وزير خارجية إيطاليا كان موجود في القاهرة بالأمس، التقى وزير الخارجية سامح شكري، ثم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان الأمور واضحة وغطيناها امبارح إنه العلاقات المصرية الإيطالية القاهرة وروما أكبر من أي تفاصيل وأكبر من أي مشكلة، شركاء حقيقيين. قالوا ريجيني الدولة المصرية بشكل واضح وتفاهم إيطالي، إحنا مع بعض متفقين، هنوصل للحقيقة، هنوصل للحقيقة، قضي الأمر. لكن هذا الهدوء وهذه العلاقات بتسيء لمين؟ بتضايق مين؟ أعداء مصر. يعني مين يتضايق إن مصر وإيطاليا كويسين؟ يعني خليني أنا بكلم المشاهد المصري البسيط، بكلم أمي في البيت، بكلم إخواتي، بكلم أبنائي، بكلم أصدقائي، مين يزعل ويغضب ويحصل له أزمة لما مصر تبقى كويسة مع إيطاليا ومع فرنسا ومع ألمانيا ومع كل دول العالم؟ أكيد أعداء مصر، ولا أنا غلطان؟ اللي يكره الخير لمصر يبقى عدو مصر. طيب تعالوا شوف الأخ جمال عيد ده مصر الجنسية والله، وعنده مركز في مصر، كاتب تغريدة بيقول محمد محسوب في إيطاليا عملوه كما لو كان إيطاليا، وجوليو ريجيني في مصر عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريا. ده مين اللي بيقول هذا الكلام؟ ده جمال عيد، امتى؟ في نفس توقيت زيارة وزير الخارجية الإيطالي في مصر، قاعد مع الرئيس السيسي، ويطلع جمال عيد يكتب الكلمتين، يقول لك ده ريجيني قتلوه كما لو كان مصريا. والله 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 لو كان عندي قانونا ناجزا وتشريعا محكما لحوكم هذا الرجل فورا على مجمل أعماله، دي نمرة واحد، وعلى هذه التغريدة تحديدا. اثنين، محمد ناصر بيقول في 6 أغسطس بيتكلم بيتريق وبيسخر من قناة السويس، وبيقول في آخر مش فارق معايا كلام اللي بيقوله على قناة السويس، في آخر التغريدة بيقول إيه؟ بيقول ريجيني، يعني عامل الهاشتاج ريجيني. ده مين؟ ده محمد ناصر. امتى وزير الخارجية الإيطالي موجود في مصر؟ تعالوا شوفوا الإخوان عاملين إيه؟ عاملين خطة لإن يركب ترند اسمه ريجيني، يعني عايزين يعملوا ترند اسمه ريجيني. وبيقول لك آدي غرد على هذا الهاشتاج، وجايب الهاشتاج بالإيطالي باللغة الإيطالية، ويقول لك لو عايز تتواصل مع والدة ريجيني آدي. ده مين؟ ده حمزة لعنه الله، ده واحد رمز من رموز الإخوان، وآدي جمال عيد، وآدي محمد ناصر، 3 نماذج كريهة. بقول كيف يفكرون؟ أساءهم واتضايقوا واحتقنوا وجالهم حالة غل لا تنتهي لما شافوا وزير خارجية إيطاليا موجود في مصر وقاعد مع الرئيس السيسي، قعدوا لك ريجين 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 شغل، وعاملين ترددات. أنا بقول بقى كل يوم الإخوان دول عاملين زي الواحدة اللي مش عايز أغلط، يعني أنا مش عايز، يعني ربنا بقى يعني إيه يسامحنا على إحنا نوايانا إيه، لكن أنا هقول الإخوان ما عادش عندهم حاجة يملكوها إلا العويل والصراخ بلا أي طائل، فبالتالي فكرة يلا نعمل هاشتاج ده، يلا نعمل ترند نوصل ترند، يلا نركب الترند، يلا نعمل بوست، يلا ما عادش عنده غير سيبها له. أنا بدعو الناس ما حدش يرد عليهم، قل موتوا بغيظكم، اعمل ترند، اكتب ريجيني، ما حدش فينا يرد، ولا نعمل هاشتاجات، خلي اعمل انت عايزه خلاص. عندك الفضاء الخارجي يا سيدي، انت خدت مكان تاني وما عندكش لا تشتغل، ولا انت ما عندكش غير الشائعات وانتاج الشائعات، خلاص يلا خليك، ما عندوش حاجة تانية، واحنا ما نشتبكش معاك.